في ايه يا سيدي؟ انا مش فاهم خالص في ايه؟ يعني كله مزقطط وعمال يرقص ويهيص وانت خلاص عايد وزك خالص؟ انت ايه مدي وزك اجر النهارده؟ انت بتستعبط ولا ايه؟ انت زيك زي ايهم تاجر اعراض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لا استنى بقى، يعني ايه تاجر اعراض دي؟ لما واحد يتوسط في بيت بنت عندها 13 سنه لعجوز عنده 80 سنه، ما هتعيش معاها قد ايه؟ 6 اشهر؟ سنه بكتيره؟ وبعدها يرميها بعيلها ويدور يشتري غيرها. عايزني اسميك ايه؟ مش تاجر اعراض برضه ولا مصلح اجتماعي؟ انا عجبي على بنت رسمه على الهدوم لعبه. الف مبروك يا سهلان. الله يبارك فيك. ها التوكيلات جاهزه؟ التوكيلات جاهزه طبعا. كله قبض؟ وكله قبض. هي دي الامانه اللي زمانها معتبر يا حاج هلال. فهمت انا خلاص كده. يبقى نتكل على الله. نبتدي نتكل على الله. لحظه واحده يا حضره المعلون، انا بمثل على احلى تجار، التجار الكبار اللي مصرفيننا، التجار اللي بيتاجروا في احلى بضاعه. البنات الاوذي ضناهم، ايه اللي حصل؟ تجوزوا ضناكم اللي سهرت عليهم الليالي، وبناتكم اللي كنتوا متعاقدين خلاص تقولوا يا رب تبقى دكتوره، يا رب تبقى مهندسه ديكور، والبنت تكبر وتبقى ما شاء الله عندها 10 13 سنه، تروح مجوزين على طول هوب تصدير واستيراد. ومش مهم العريس شكله ايه، انما المهم الكتمنص يبقى عالي. طالما الكتمنص عالي خلاص هو بالنسبه له مش فارقك يا عريس، لان هو معذور. راجل هيفرع طاقات ويروح رميها بقى في قلب الجبل. راجع ضميركم تاني، هقولها كلمه واحده بس ورزقي على الله، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. انتوا ناس وسخه. اسعد. اسعد. ايه يا شريف؟ شايف اسعد؟ ايه المكان اللي ورا ده؟ فين كده؟ ده قصر عابدين بتاع الملك فاروق. قصر عابدين. حلو، حلو قوي. هد البيت علينا واحنا قاعدين. ازيك يا خالد؟ ازيك يا زفت؟ زفت؟ انت كنت فين لوش الصبح دلوقتي؟ كنت بذاكر مع اصحابي، ما انا قلت لك. انت عملت ايه النهارده؟ الله يهزي، انا مش عايز اقول لك، انا بصراحه المكالمه بتاعتي جت غلط خالص خالص، ورحت وقعت في ناس ما يعلم بيهم الا المولى عز وجل. انا انت مالك يا هزي؟ مش عايز كده، ايه اللي حصل؟ اصل اصحابي اتفقوا ياخدوا مجموعه كده و... مجموعه ايه؟ انفلونزا؟ لا يا خالي، مجموعه تقويه. تقويه هيلعبوا حديد؟ لو هيلعبوا حديد ترابيس وعظم ومنغرس وبزاز وكده. حديد ايه يا خالي؟ امال ايه؟ مجموعه تقويه دراسه زي الدرس كده. اه درس كده، مجموعه طلبه ودرس. هي غاليه شويه بس مش مهم. الكلام اللي بسمعه منك ده، انا قصرت معاك في حاجه؟ انا مش عايز اتقل عليك. لا يا حبيبي اتقل عليا ليه؟ انت على طول اطلب، بس قبل ما تطلب ادعي. انا كل ما افتكر ان لسه في جامعه ومش عارف انت هتجيب مصاريفها منين، اقول كفايه على الثانويه. لا يا سيادي، انت لازم تعرف ان انت هتكلم علامك، يعني هتكلم علامك. خلاص.
خلاص؟ وهتكلم علامك في احسن جامعات فيك يا مصر، جامعه السنجريه، وهتتخرج فران. فران برضه؟ فران متعلم متحدث. قول يا سيدي، هتاخد المجموعه 5 جنيه. حلو كويس؟ 5 جنيه. خلينا نتكلم بجد. على رأيك 5 جنيه صحيح ده؟ ده انت يا دوب بس ال 5 جنيه دي تروح مسلم بيها على المدرس. خد يا هادي، امسك يا حبيبي. ربنا يخليك ليا يا خير. خلاص يا سيدي، خلاص؟ خلاص كده؟ خلاص راحت المشكلة خلاص. أيوة لما تنزل لحضرتك بخصوص الورق. الورق. طب العلواء خلاص عرفته، خلاص خلاص انا جاي في الطريق. ادينا جينا يا سيدي عند قصر عبدين، ورينا اتدخلنا ازاي. خلي الرجاله تفتش المنطقه ديت حته حته وطلع لي الواد ده بسرعه. اتفضل يا دقيقه واحده بس والاستاذ جاي. انت مصدق نفسي؟ ده انت ذكي بقى يا عم فكري. سايل الورق وعينه عند الاستاذ سمير غانم نجم الكوميديان عشان ما حدش يسك. هي دي الدماغ. اهلا اهلا استاذ سمير. اهلا استاذ سمير. اهلا اهلا. كفايه يا بوس. انا معجب بيك خالص والله، خالص معجب بيك. والنبي صوره. انا بحبك قوي خالص. لازم البوس. بص الصوره كده، بص عشان ممكن تقلع النضاره عشان خاطر الناس تعرف انا مين. لا ما هو انا لو قلعت النضاره مش هيعرفوني، انا معروف بالنضاره. عادي في النضاره هيعرفوك. ان انت الاستاذ سمير حبيبي، ده انا بحبك خالص. والمصحف مش البوس اهو نب. ولازم تضطر. يا سلام، ده بص دي، بص دي انت عارف دي بقى. خد دي يا استاذ سمير. والمصحف الشريف هعملها وجع على البيت عندنا، مش وجع على التليفون كمان. ده انا معجب بحاجات كتير قوي بتاعتك. والنبي خدنا نفسك معاك. وفصوطة اخرج انتيكا اتعلم سنه في امريكا يرقص بانجو تيكا بيكا بيكا. فصوطة بيرقص بانجو؟ ده كان زمان، دلوقتي بيرقص ترامادول. حصل والمصحف يا نهار ابيض. والمصحف حبيبي والمصحف. انا مصدق نفسي والله، مصدق نفسي. فكرني انت بايام الشباب. والله يا خبر يا سيدي، والله اغنيتك العظيمه اللي كانت بتخليني اوف، خليني ببقى نايم بثرثح من العياط. غنوتي؟ الغنوه بتاعت مين اللي قال ان الزمان ملوش في امان يا عيني. مش انا ده الاستاذ سمير الاسكندراني. سمير الاسكندراني؟ الاسكندراني مين؟ اسكندراني. الاسكندراني امال انت مين؟ أنا سمير برضو، بس لا اسكندراني ولا صبري، أنا سمير غانم. أنا نايم طول الليل والورق في حضني. هو صحيح مشهد واحد في الفيلم، بس مشهد يقش، مشهد ماستر سين. أنت عارف أنا جاي أصلا لا 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 لا، شوف المسائل المادية دي ما تهمنيش. أنت سيك. قيمة الدور. أنت سيك، أنت فنان من الفنانين اللي هو فنان منذوي. الله يخليك. خلاص بقى. ما نعمل مع بعض بروفا. استنى الدور اهو. يا ريس الدور اهو مع انت هتعمل معايا دور عصمت. عصمت؟ لا ادوار البثوات دي. ما انا ايه يا استاذ سمير؟ اسمع ايه يا استاذ سمير؟ انزل بس ما تشوشرش. اخلصي يا عصمت يا كلبه. الدنتايه طلعت نسايه يا استاذ سمير دي، صح؟ راح فين يا استاذ سمير؟